صباح الخير عليكم، وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. من لكم يوم سعيد وحياة اسعد ان شاء الله. البنات اليوم كما راكم تشوفوا يعني الاحوال ما هيش، الشعب الجزائري كامل راهو مقلق وكامل راهو في حيرة، يعني رانا متحيرين من الظاهرة، يعني من الوباء هذا اللي طاح علينا. ان شاء الله ربي يسترنا منه ويحفظنا. لكن يا البنات يعني كاينه ملاحظة رانا نشوفه في الاحتكار، يعني في الناس اللي ما تخافش ربي، يعني مثلا وسائل الوقاية من هذا الفيروس راهي غير متوفرة، واذا توفرت يعني نصيبوها باثمان باهظة جدا. يعني كاين بزاف اللي الناس ما لقاوش الكمامات الطبية، يعني البنات الكمامات الواقية كاين بزاف اللي ما صابوهمش. يعني هذا واش نقول لكم، الناس اللي ما تخافش ربي نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، راكم يعني تاجروا بارواح الناس لهذه الدرجة. ولكن اليوم البنات هذا ما هوش موضوعنا، انا موضوعي اليوم راهو موضوع الساعة، رانا نحوسو حنا الخياطات على البديل على الكمامات الطبية. يعني اليوم نخرجوها فرونشمون، نخرجوها ديريكت، رانا نحوسو على البديل. لكن هاد درت لكم فيديو على قناع قلتلكم ضد الغبار باه ما تكثروش عليا البلابلا، اليوم نخرجها طاي طاي يا البنات. هذا قناع واقي بديل على الكمامات اللي تتباع عند الصيدلي اللي راهي غير متوفرة. وش يا البنات يعني اليوم جبت لكم طريقة، نظن أنا على حساب وش راني شفت طريقة رائعة وممتازة، نتمنى تبرتاجيوها في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني نتمنى تصيب، يكون عندكم يعني تكون عندها صدى، على خاطر يعني أنا الحقيقة راني استعملت فيها، مستعملتش القماش كما راكم تستعملوا فيه بزاف خياطات، استعملوا القماش. انا استعملت قماش البولي بوند اللي يعرفوه بزاف اللي يخدموا سكاي، او يتباع عند اللي يبيع الجلد ويتباع عند اللي يبيعوا دوزان خياطه وكامل. هذا قماش البولي بوند البنات، شوفوا كيف داير هاوليك. هذا القماش البنات الا لاحظتوه يستعملوه بزاف في المستشفيات، راه هذا هو اللي يستعملوا في المستشفيات البنات، ماشي لافيزلين. سمعت بزاف اللي قالوا بلي لافيزلين، ماهوش لافيزلين يا البنات، ولكن كبديل اللي حبت تخدم بلافيزلين تخدم بلافيزلين. واش راح نقولوا لها واللي راهم يخدموا بالقماش؟ يعني نعطيكم نصيحه، القماش ديروه دوبلي، القماش ديروه دوبلي وخليو فتحه باش ديروا ان بابي لداخل، يعني باش يكون تعقيم، ماشي تعقيم، ما نذكروش كاع كلمه تعقيم مهما كان ثاني تكثروا عليا البلابلا، باه يكون تقدروا تنحوا هذاك البابي مشواغ ولا، وتغسلوا هذيك لابافيت تاعكم بالقماش. هادو اللي حنخدمهم للبنات، هادو جوتاب، هادو يعني تقدروا تخيطوهم وتستعملوهم نورمال، هادو بديل قلت لكم، يعني تخيطوا منهم. انا راح نخيط منهم مجموعه، يعني راح نخدمها في سبيل الله. وانا بون بعثت وليدي يشري ما صابش، والله غير جاتني فكره لقيت عندي هذايا قلت نستعملهم. شوفوا البنات نسحقوا قطعتين من هذايا البولي بوند ولا الكوفريت، قماش الكوفريت او يتباع 12000 من 8000 حتى 12000 عند اللي يبيعوا دوزان الجلد. هذايا نسحقوا قطعه فيها 19 على 20 19 على 20. واش راح نستعمل مع هذا البولي بوند البنات؟ هذا القطعتين راح نستعمل يا اما قطعه تاع بابي مشواغ، ورقه تاع بابي مشواغ اللي نشروه عادي هذاك بابي مشواغ، ولا نستعملوا يا البنات هذا النوع من الساشيات، هذو الرقاق، هذو اللي تباعوا عند لي غروسيس نديروا فيهم يعني تاع الجلبانه وتاع هاليك رقيق، يعني تجي ساشي رقيقه. راني قسمتها قطعتها، ها شوفوا، ما تقولوش الساشي ما تدخلش الهواء، اكيد يعني تدخل لك الهواء. شوفوها ماهيش خشينه بزاف، حتى ماهيش تبانه، شفافه كامل. هاي اللي كاني خدمت بافيت منها وخرجت ما شاء الله. فوالا هاي لي كيف تخرج، شوفوا معايا البنات، هاي لي كلا بافيت خدمتها وخرجت ما شاء الله. كنت تسمعوني دايره لداخل ساشي، يعني خرجت روعه. تبعوا معايا الطريقه البنات، نستعملوا كذلك نسحقوا قطعتين من لاستيك، نستعملوا 30 سنتيمتر ونقسموها على 2، هذا لاستيك نستعملوه على 2. وشوفوا يا البنات بو انا ما لقيتش السلك هذاك تاع اللي يتباع لي يخدموا به الورود وكامل، انا لقيت هذا السلك عندي، هذا اللي نصيبوه داخل اكياس الشواء. انا استعملت واحد، نحيت واحد، كما تقدروا تستعملوا تشرو باكي هذوك السلك هذاك اللي نغلقوا به الساشيات،
تاع الاكياس الحلويات اللي نديرو فيهم الحلويات وكامل هذاك يعني راح يكون نافع 100% البنات. يعني هادو يعني نعطي لكم البديل على كل حاجة يعني. فوالا طريقة التنفيذ البنات، روحوا ديراكتومون ناخذوا قطعتي البولي بوند تاعي، هاي ليك هاي ليك، نديرو بون جهة البراقة على الجهة البراقة، عندنا جهة تبرق وجهة طافية. فوالا الجهة اللي تبرق على الجهة اللي تبرق. فوالا البنات واش نديرو بكل سهولة، راح نخيطو منا على الجهة تاع هذه جهة تاع 20 وهذه الجهة تاع 19 هكذا البنات. كيما راكم تشوفوا البنات، راني حطيت الوجه على الوجه وزدت من تحت القطعه تاع المنديل الورقي وراح نخيطهم كيف كيف. انا كيما راكم شفتوا نسيت المنديل الورقي بصح من بعد راح نديرو ونخيطها نورمال. دوك راني حددت الوسط نتاع القطعه نتاعي وجبت هذاك السلك وخيطها في الوسط نتاع القطعه. نجيبو قطعه لاستيك نديروها من الداخل نثبتوها ونخيطو كيما راكم تشوفوا. نديرو الطرف تاع لاستيك من الفوق والطرف التحتاني من التحت ونخليو فتحه باش نقلبو القطعه كامل نتاع البافات نتاعنا. نخلو هنايا دوك شوفوا البنات راح نفدق ونفتح، نخلي الفتحه هذيك نتاع القطعه نتاعي باه نقلبها. انا هنايا كيما شفتوا راني نسيت المنديل الورقي وراني نثبت فيه، يا يعني ماما مثبتوه مع الاول مع الخياطه كامل باه يجيكم مسقم وبيان فيني. انا نسيته بصح راني عاود ركبته، راني نقلب في القطعه نتاعي من ديك الفتحه اللي خليتها جهه لاستيك. كيما راكم تشوفوا راني قلبتها بكل سهوله وراح تثبت لي ونعاود لها الخياطه ولوتوغ كامل وهي فرات. نغلق في الفتحة هذيك، نزيد من هنايا نسوي مليح هذاك لو بابي. يعني للأمانة البنات ننصحكم تستعملوا ساشي البابي، راهو فيه صعوبة. أنا شفتها بالبابي يعني ننصحكم تستعملوا ساشي. هنا واش نديرو البنات، نجو لهنايا هاي ليك الجهة نتاع اللي درنا فيها الاخر، هاي ليك السلك. نجو البنات نحسبو 3 سنتيمتر ونبداو الطيات نتاعنا. فوالا البنات 3 سنتيمتر ونبدا الطيات نتاعي. ندير طيات وندير خياطة على بعد 3 مليمتر على الحافة. فوالا نزيد منا هكذا كيف كيف نفس الشيء. نبدا الطيات نتاعي من هنايا الجهة المقابلة، نبدا الطيات تاعي عادي فوالا على بعد 3 مليمتر. ندير خياطة للأخير ني فهمتكم البنات. انا بالصاشي عجبتني الخدمة بالصاشي خير وخيرة. فوالا فوالا هاوليك لو ماسك لي البنات، هاوليك هاوليك بطريقة سهلة يعني ما في حتى حاجة نحولو الخيوط. وتقدر ديري كمية معتبرة في النهار يعني هاوليك جهايل يا البنات والله غير جهايل. انا في الحقيقة عجبني اللي درت فيه الساشي من الداخل ما نكذبش عليكم، هذا تاع البابي يعني انا شوية شوية ولكن شوفوا منايا
هذاك تاع الساشي يعني خرج تاني، خرج روعة. هاولي فوالا، هذه هي البنات. في الاخير نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو البنات، وش نقولوا؟ ادعوا معنا، كثروا الاستغفار، وندعوا ربي سبحانه يرفع لنا هذا البلاء ان شاء الله. في الاخير البنات نقول لكم الى اللقاء، وما تنسوش ديروا لي اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس بيوصلكم كامل جديد نتاعي، وديروا لي جام، بارطاجي فضلا وليس امرا، بارطاجي وبتكبر لي القناة نتاعي. نتلاقى في ساعة الخير، ونتلاقى في ايام سعيدة ان شاء الله. الى اللقاء في فيديوهات قادمة بحول الله.